السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزول في اللون يا جماعة الخير في هذا اليوم المؤرخ في 11 جانفي 2021، وغدا ستكون بداية السنة الأمازيغية، وأتمنى لكل الجزائريين والجزائريات وأقول لهم بالأمازيغية الفصحى أسقاس أمجاز لكل الأمازيغ الموجودين في العالم بأسره، وخاصة أهني الأمازيغ عبر ربوع تمازغ الكبرى التي تمتد من منطقة سيوة إلى جزر الكناري إلى الساحل الإفريقي. هذه السنة العظيمة التي تعيدنا لتاريخنا العريق، وهذه السنة هي تحمل الرقم 1971 من الترقيم الأمازيغي، ومبروك علينا. وهذه السنة يعني كل الشعب الجزائري بأسره بشرقه وغربه وشماله وجنوبه وهو يحتفل بهذه السنة الجديدة، وهذه أنا أعتبرها مصالحة وطنية مع تاريخنا. وأنا يجب التذكير يعني ولو أن هذا الدستور لم ينتخب عليه، ولكن في تعديله وضع فيه هذا البعد التاريخي ألا وهو التاريخ النوميدي، نوميديا الكبرى أو ليبيا الكبرى. هذه تمزغة لو تصبح اليوم أرض واحدة وشعب واحد ولغة واحدة، لغة هذه اللي نقولوا لها بالأمازيغية بهذه الكلمة البسيطة اللي هي تعتبر القوت اليومي للأمازيغ، أغروم أو اللحم أكسوم. وهنا أتوجه يعني بشيء من هذه الكلمات التي أتوجه بها للأمازيغيين حتى ما يزعفوش عليا. في حتى واحد يعني في فيديوهات سابقة يقولوا لي علاش ما تتكلمش بالقبيلية ولا بالأمازيغية، ورديت عليه على كل حال في ددشة خاصة، قلت له لو كان نتكلم بالأمازيغية ولا بالقبيلية يعني كاين جزائريين اللي ما يفهمونيش، وأنا الهدف نتاعي تاع القناة هو أن نوصل المعلومة ونوصل الشي اللي نقوله باللغة اللي يفهمها أغلبية الشعب الجزائري، ولو أننا في الأصل كلنا أمازيغ. لهذا أنا نقول يعني حتى أفتح قوس أكون ديني غايث ما أي استماع نكوني ذي مزيغن جزيك مستوى الغرس قبليت نقص مزيغ نقص شاويت ماشي نكرخت زمرا غاد هضرا أكني إهضرا ثورا يذون، ولكن الميساج يعني الرسالة من قرن سعرف إلى قد صور غي مولانيس ثورا يفرض لنا التاريخ أم كي قرن سعرف الإرث الإسلامي يفرض لنا فعرف أما كان اللغة القرآن. احترمنا العربية لأنها لغة القرآن، ولكن يجب علينا أن نرجع إلى أصلنا
يجب أن نرجع إلى أصلنا وإلى تاريخنا، لأن ما يبقى في الواد غير حجارو يتقراين قسافن حاشا يبلاظن كما يقولوا بالأمازيغية، حتى يرضوا عليا هذو الناس اللي ينتقدوني على كل عادي فيديوهات سابقة. وأرجع وأقول مبروك علينا هذه السنة 1971، وهنا خلوني يعني باش ربما تشاطروني في الرأي، يعني نتمنى إطلاق سراح المعتقلين الأحرار اللي راهم اليوم في السجون، ونحن نحتفل بهذا اليوم. وأنا تمنيت يعني لو كان منشوش هذه الأطباق بمناسبة هذا الاحتفال في موائد الجزائريين الذين أظهروها على مواقع التواصل الاجتماعي. لم أكن أحبذ أن أرى هذا، لأن خوتنا اللي راهم في السجون اليوم راهم في البرد، وراهم ربما في الجوع، وربما تحت المرض، ونحن نحتفل، هذا عيب لا يليق، ونحن مسلمون ويجب أن نتذكر. وهنا يعني خلوني بهذه المناسبة باش نقول يعني ونذكركم بالمقولة اللي قالها أمام المحكمة هذا المجاهد العظيم بورقعة، اللي قال هذا القاضي، قال له هذه الكلمة اللي تبقى مخلدة في التاريخ، قال لهم أنا أبقى أمازيغي إلى يوم الدين. يعني هذه الكلمة العظيمة اللي تفوه بها هذا الرجل العظيم داخل المحكمة إلا دليل على أمازيغية الشعب الجزائري أبا عن جد منذ فجر التاريخ. لهذا نحن نطالب من الآن تكريس الأمازيغية وتطبيقها وتدريسها في كل مدارس الوطن، وليس كما نشاهد اليوم في بعض المدارس وبعض مدراء المدارس الذين لا يفرضون اللغة الأمازيغية على كل جزائري. إذا لم تفرض الأمازيغية بتدريسها كاللغة العربية أو كاللغة الفرنسية فستبقى في الدرج كما بقيت مدة 16 سنة، مدة 16 سنة بعد أحداث منطقة القبائل تاع 2001 عندما سالت الدماء كالأنهار واعترف بها بوتفليقة في 2002 في 12 مارس 2002، اعترفوا بها كلغة وطنية. يعني ما فكرناش في ذاك الزمان وانتظرنا حتى 2016 حتى نعترف بها لنجعلها رسمية. يعني شوف هذا الفارق الزمني اللي النظام قاعد يطول وقعد يراوغ وقعد يناور حتى ما تطورش هذه اللغة وتصبح حقيقية في الميدان. وهناك من المحسوبين على التيار العروبي وليس الإسلامي، التيار العروبي الذي تشبع بهذه الأفكار التي جاءتنا من وراء البحار هي التي كانت حجر عثرة في تقدم هذه اللغة وترسيخها وتعليمها وتدريسها في كل مدارس الوطن، وحتى تعميمها في الإدارة الجزائرية وفي الوثائق الإدارية. إلى حد اليوم هذه البطاقة اللي احنا كنا نسموها النكوة، النكذوة، يعني من أنا، أنا هو، يعني بالدرجة نتاعنا نقولوا هذه النكوة الخضراء، يعني نكذوة أنا هو. ولكن لما تشوف تحل هذه النكوة ما تلقاش يعني الأمازيغية، هنا عيب وعار
وهنا سؤال راه موجه للمسؤولين، إما هم متواطئون مع دوائر خارجية ومع ولائهم لهؤلاء حتى لا تتطور هذه اللغة كما تطورت اللغات الأخرى. وأنا أستغل هذه الفرصة بهذا الاحتفال تاع يناير لنطرح هذا الإشكال أيضا تاع أسماء المولودين الجدد، وين في بعض البلديات المحسوبين على من يكره حتى الأمازيغية وهو أمازيغي، يمنع من تسمية المولودين الجدد بأسماء أمازيغية، ولا أحد من الجزائريين والجزائريات ينكر هذا. ربما هذا الإشكال غير موجود في منطقة القبائل التي حاربت هذا السلوك، لأنها كانت منطقة واعية وفرضت نفسها في الميدان، عكس ما يجرى الآن حتى في منطقة الشاوية، حتى يرفض تسمية المولودين الجدد بأسماء أمازيغية في بعض البلديات. ووقع هذا أيضا في مدينة عنابة، راكم تعرفوا هذيك القضية نتاع العنابي اللي مشى باش يسجل ولده وما حبوش يسجلوا ولده باسم أمازيغي أو لقب أمازيغي. هنا الإشكال، يعني حتى تشوفوا يعني مازال هذا الإشكال تاع الاعتراف بالهوية المنتمية لهذه الأرض وليست المنتمية إلى أرض غير أرض الجزائر. وهنا نسرد لكم هذه القصة حقيقية وقعت لي شخصيا، الحفيد نتاعي لما مشيت نسجله بأمر من أب الحفيد، من ولد يعني بلدية وهران اللي موجودة، هنعطيكم حتى المكان اللي موجودة أمام سجن وهران القديم. هذه البلدية لما مشيت أنا شخصيا باش نسجل المولود الجديد وحبيت نعطيه هذا الاسم اللي هو عزيز على الطوارق، اسم قديم ألا وهو أماياس. وأماياس بالدارب بالعربية يسموه الفهد، يعني هو أسرع حيوان اللي كان في الصحراء، وكانوا هذو التوارب نتاعنا يسموه أماياس، وكان يسميه ماياس بدون الألف. ولما دخلت باش نسجله قابلتني الموظفة قالت لي الكتيب اللي فيه الأسماء غير موجود عندي، راه عند وكيل الجمهورية، امشي لوكيل الجمهورية وجيبو وشوف الكتيب هذاك اللي فيه الأسماء إذا كان الاسم هذا موجود نسجلوه، ولا ما كانش مسجل ما نسجلوش. يعني باش تشوفوا العنصرية والجهوية اللي موجودة عند بعض الموظفين، اللي ربما من عدم التنسيق اللي كان موجود من المسؤول المباشر اللي هو من المفروض يخضع للقانون الساري المفعول. لما تكون الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، يعني عندها علاقة بالتراث نتاعنا وعندها علاقة بالتاريخ وعندها علاقة بهذه الأرض التي أنجبت ماسينيسا والتي أنجبت يوغورتا، ولم تنجب عنتر وعبلة باش نكونوا يعني نهضروا طاي طاي. ولما استفسرت وتعصبت معاهم لأنني لم أكن أب الولد المزيود كما يقولوا، بعثوا وثيقة للمستشفى، جاوبوا المستشفى لأن
الزيادة كانت في المستشفى نتاع وهران في قسم الولادة، ولما روحنا استفسرنا جبدنا هذه الوثيقة وقال لك لا نستطيع تسجيل هذا الاسم، اختاروا اسم آخر. وعاودنا رجعنا وجبنا الموظف الثاني اللي جا معانا حتى للمستشفى وعاود منا ولا معانا حتى للبلدية، ودرنا شوية فوضى ثم. ولكن الشيء المؤسف هنا في هذه القضية هي لما دخلنا مرة ثانية البلدية لقينا إطار من الشرطة الجزائرية الذي دخل بكل سهولة كما نقولوا بالدرجة نتاعنا مور الكونطوار، ودخل داخل المصلحة وسجل المولود نتاعو بالاسم اللي يحب هو. ولما شفنا هذا اللقطة زادنا تنرفزنا، وعنا شفنا يعني هالتحيز والتفرق اللي موجود في هذه البلدية هذه. وربما اللي يتفرجوا هذا الفيديو راهم يشفاو عليا. وأمرت الولد قلت له ادخل وما تخرج، إذا لم يسجل هذا الاسم سيقع ما يقع. وفعلا لما لاحظوا أننا متعنتين في وإصرارنا على التسمية بهذا الاسم، جاءنا الشرطي عند مدخل البلدية وتوسط بيناتنا على كل حال، وأدخلوا الولد إلى داخل المصلحة وطلبوه بدفتر عائلي وسجلوه، هذا الاسم سجلوه بأماياس. إذا كان هذا الاسم غير قانوني لماذا يسجلوه ولماذا رفضوه في الوهلة الأولى؟ هنا باش تعرفوا باللي مازال الإدارة الجزائرية غير مرتبطة بالمستحدثات، غير مرتبطة بالمستجدات التي تقع في أعلى مستوى. يعني هناك انقطاع وليس هناك تواصل بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية. وهنا السؤال مطروح لوزارة الداخلية، أنا أقترح في القوانين مشاريع قوانين الآتية، لما يرفض اسم أمازيغي عند مدخل البلدية أو في يعني في أول وهلة وهي رغبة المالك لهذا الاسم، رغبته أن يسمي ابنه كيفما يشاء، وهذا اسم متاع البلاد متاع ولاد الأصل، ما هوش ولاد مجهول النسب، باش تفهموا الكلام متاعي. توضع قوانين تجرم أي موظف يرفض أي اسم أمازيغي. سمعوا لي، هذا هو الموضوع نتاع هذا الاحتفال، لأن لما نحتفل بهذه السنة تاع السنة الأمازيغية الجديدة هي مربوطة بالأصل، مربوطة بالتاريخ، مربوطة بالأرض، مربوطة بالشمس نتاعنا، مربوطة بالبحر، مربوطة بالصحراء. مش حيوانات عايشين فوق هذه الأرض، راه عايش الشعب هذا يسموه الشعب الأمازيغي، اللي ينتمي لشمال إفريقيا ما ينتميش للسعودية ولا الكويت ولا العراق. هذو اللي مازالوا يعني بعض الجزائريين الجسد نتاعهم راهو هنا والعقل نتاعهم راه في السعودية ولا في الإمارات، ولا كيما هذا الرئيس نتاعنا هذا اللي يقول لك أنا أمازيغي، وانت بمناسبة الاحتفال هاد السنة وانت تمشي لألمانيا، احضر الاحتفال تاع بعد 12 ومشي، مشي لألمانيا ومشيت جيت مضيت على الدستور ومضيت خديت كاع الوقت. هذه إهانة لنا، إهانة للشعب الجزائري الأمازيغي الأصل. انت ماراكش أمازيغي يا سي تبون، لست بجزائري، لأنك تفرق
بين مكونات الشعب الجزائري مباشرة بعد انتخابك ولاءك للسعودية، وذهبت لأول زيارة للسعودية ولم تذهب لأي مدينة جزائرية حتى إلى مسقط رأسك. هاي الخيانة والرهي، عيب عيب وعار. رئيس يتخلى على احتفال كما هذا عظيم اللي ذكرنا بالبطولات نتاع الأمازيغ نتاع وانا عبر التاريخ، من المفروض يكون حاضر ويضرب تشخشوخة معنا. أنا غاضب جدا ضد ممارسة تبون. من اليوم هو ليس بأمازيغي، فليبحث عن جنسية أخرى، وعليه أن يطلب جنسية ألمانية. هذا اللي يمشي لألمانيا ويهدر المال العام وهو مريض، مشي لدارك. أنا هكذا نعرف، ونتمنى هذه الرسالة تلحقوا هذه البلاد نتاع مواليها. الشيء اللي يجي منها هبة ودبة ويعفس فيها الشعب، هذا الشعب لازم ينفض الغبار على روحه، ويجب إطلاق سراح المعتقلين، وخاصة هذه الجماعة نتاع الحراك اللي هم أبرياء. برأتوا جنرال توفيق وخالد نزار وطرطاق وبيزا حنون، وهذو اللي كانوا محبوسين من فترة القايد. راكم تقولوا باللي خدا قرارات تاع الصوفية. ونطالب مرة أخرى بهذه المناسبة تاع الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة أن يطلق سراح المعتقلين. هذو أبرياء دون احنا في المكان تاعهم، احنا شيوخ. Un jeune de 20 ans, de 22 ans, emprisonné pour rien. هاي الحقرة والرهي. الأمازيغي عمره ما يتحقر، لأنه يحب بلاده ويخاف على بلاده، ما يش خوف من السلطة. هادو جبناء. حتى ما نطولش عليكم، زي ما داش راكم ديني غاية مثل هاي تيست مثل أولي وثان صوريو إيشاويين إمزابيين إتركيين إيشنويين أجماعة بريسنوس نعمة. ونوجه التحية لهاد الجماعة نتاع عين الصفرة، جماعة أزرار، هادو ثاني أمازيغ لازم نتكلموا عليهم، نقولهم سنة سعيدة. جماعة عسلاب وسمغون اللي ما ينتميش لهم هذا تبون، يقولوا بن بوسمغون، ما نظنش بوسمغون يحتفلوا بالسنة الأمازيغية، ماشي كيما تبون يحتفل بالسنة الأمازيغية خارج الوطن. عيب وعار، عيب. لو جيت المكان نتاعو وانا ناقصت المفاتيح ومشي لداري، دير عملية جراحية في كراعو، تسير بلاد بلعاها. في الأخير سمحوا لي، كنت منرفز شوية. على كل حال هي في الحقيقة نضحكوا ونحتفلوا حتى نتذكر هذه الذكريات الجميلة ونحن في سعادة تامة. وأنا يعني نشكر ولاية تيزي وزو على هذا النصب التذكاري اللي وضعوه بمناسبة هذه السنة الجديدة وهذا التمثال اللي يتمثل فيه هذا المقاوم شاشناق، اللي ربما بعض الأوروبيين كانوا يتكلموا عليه بطريقة سلبية. هذا شاشناق اللي هو حرر القدس قبل صلاح الدين الأيوبي، قبل حارة المغاربة في مدخل القدس. هذا شاشناق اللي عنده تاريخ عظيم تشهد عليه مصر ويشهد عليه اليهود،
لهذا هما ما يحبوش باش هذه تمزغه ارتمزغه تكون يد واحده تتوحد، لان هناك اعداء كثر لا يريدون الخير لتمازغة، لأنها لو تتوحد اليوم راكم تعرفوا مصير أعداء تمازغة كيفاش يكون. لما يحس روحو باللي جزائري أمازيغي الجسد نتاعو لازم عقله يكون هنا، ما يكونش خارج الوطن. وهنا باش من تروح ليش الفكرة، هادو شيوخ الفتنة اللي حرموا هذا الاحتفال بني النار، ووصلوا حتى حرموا أكل الجلابية في رمضان. جلابية تاع بوفاريك يا عجبة، شفت فتوى أنايا، ما نحبش نسمي هذا الشيخ احتراما للعلم الذي يحمله، ولكنه عليه أن يحفظ الدرس. لما ثم شهر المساجد مغلوقة، مفتاش يفتح في تحريم يناير، يعني باش الناس يجتمعوا والاخوه اللي مزروعه بيناتهم وياكلوا البيستاش وياكلوا، يعني فيها عيب، هذه عندها علاقه بالحرام، عيب عيب وعار. يعني هذو هما اللي تشبعوا بهذه الافكار. واش قلت لكم قبيلات، الجسد نتاعو هنا والفكر نتاعو جايب لنا افكار وهابيه وجاب لنا افكار اخوانيه، اخوان شياطين هذو اللي يدمروا بلدان كثيره. يعني احنا رانا عندنا امثله كثيره، لهذا احنا ما نحبوش نتفرقوا. وهذه مناسبات الاحتفال بيناير اللي جمعت الجزائريين، جمعت الجزائريين، ما فرقتش الجزائريين، كل الشعب الجزائري يحتفل بيناير هذه السنه، ولا ادري لماذا. معلومة وصلتني قبل 3 ساعات في وارن رود لاباستي والمدينة الجديدة، فيه تهافت كبير على اقتناء هذه المكسرات. هذا الشعب يعني بدون أن يعلم ما المقصود من الاحتفال بيناير، يعني أصبحت عادة منذ مئات السنين، وهذا الشعب يحتفل ولم يزرع الفتنة ولم يفرق، إلا بعد الطفيليين اللي هما معروفين مأجورين من داخل الوطن ومن خارج الوطن، ولم يفلحوا ولن يفلحوا، لأنهم ليسوا على صواب، ليسوا على صواب، لأنهم يمارسون الخبث والنفاق تجاه شعبهم. ما عندهمش قاعدة شعبية، ما عندهمش قاعدة شعبية. اللهم إذا هم محركون حتى من بعض الأجهزة اللي تبع العصابة، هذه هي. في الأخير أقول لكم يعني السجا سمقاز إمازيغا أندملان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.